جو، كيف الإنسان رح بيصير وين والألم؟ الألم يا أستاذ جو. هذا محمد الموسى أستاذ جو مع ابنه، جايبرو دراجة صغيرة فرح فيها قد السما بما فيها من نجوم. عرفت ليه نحن مدافع عنه؟ يمكن انت تكلمت كلمة حلوة رح نسمع هلأ. قلت انت لما تواصلت مع الأهل وتعاطفت معهم، كيف اتك مني أنا اللي داخل بصلب حياتهم سابقا وكنت بعرف كل شيء وعم شوف، لما بشوف مقاطعه تدمع عيوني. البعض يمكن يستغرب، عرفت يا استاذ جوري نحن عم ندافع من شان اطفال بكره ما بيقولوا عن ابوهم حرامي، ابوهم ما ظلم ونحن مآمنين ببراءته مثل ما انتم مآمنين ببراءة الهاشم. جاب لابنه دراجة صغيرة، عمل له مفاجأة وحبوا بيصوروا له اياها. تعرف لما الابن بيبحث على ابوه ما بيلاقي شو معناته؟ تعرف لما الابن بفيق الصبحيات بيسأل عن ابوه وين موجود وما بيلاقيه؟ فكرت يوم من الايام هات المقطع شفته قبل هالشي، تابعوا هذا المقطع. شوف فرحة الابن. تابع مرة ثانية. شوفوا فرحة الصغير. شوفوا فرحة الأب. شوفوا فرحة محمد الموسى كيف كانت وفرحة الطفل كيف كانت. عم تحكي على الحالة النفسية لبنات نانسي. ليه ما فكرنا بالحالة النفسية لأبناء محمد الموسى؟ أستاذ جو، كلمة أب الدنيا بأكملها ما بتكفي. لما بنتك بتخاف عليك أو ابنك بيخاف عليك وبيسأل عليك، صارت معي وبعرف شو معنات هذا الشعور. ولما بكون غايب عن عائلتي وبنتي بتحكي معي وبتقلي بدي إياك، بيع كل العالم لأجله مشان كون جنبه. هذا الشعور، شعور هاي العيلة. هذا مو مقطع واحد، في كتير مقاطع رح حاول نزلكم إياها إن شاء الله بعد بكرة. شوف اسمع. شايفين كلمة يسلموا من الطفل الصغير بتسوى الدنيا بما فيها. والله يا جماعة هدول طيب شو ذنبهم؟ البعض بيقول لي انت طالع مشان الشهرة او من المال، وعرفوا مو مشان المال، الشهرة ما بتوقع. انا اكثر واحد ضريت بالقضية من كثر ما تهاجمت من الناس، مع انه ما بهاجم وماني هجومي، بحترم جمهوري ومتابعيني. تابع جو، خلونا نتابع جو.